الله مش نقدمكم حاجة مختلفة على الفيديوهات الأخرين. أنا اليوم مش نحكي لكم على الكتب اللي شريتها من معرض الكتاب. الكتاب بالنسبة لي أنا الكتاب يعتبر عنده قيمة كبيرة عندي. الكتاب نجم نعتبره صديق. المطالعة تعتبر من أهم هواياتي. قراءة الكتب بالنسبة لي أنا شغف. ملي أنا صغيرة نقرأ برشا كتب. حتى من الطرف أني كنت نقرأ في الجامعة صحباتي كانوا يسموني فأرة الكتب. من أكثر الكتب مؤخرا اللي نقرأها هي كتب التنمية الذاتية، خاطر تعاونك برشا على التفكير، لك نظرتك للأشياء إتسيترا. كمان من سور زاد الروايات ولا كتب دينية، كتب في علم الاجتماع، كتب في علم التربية. كذلك أنا قريت برشا كتب في علم التربية عاونتني برشا. الدار الباشا اللي حسن نصر، الكتاب هذا سبق أني قريته في مكتبة المعهد ويعجبني برشا. وأنا قراءة واحدة ما تفيدش، كانش شريته مرة أخرى باش تقرأ قراءة مختلفة الكتاب. هذا هو الكتاب الأول. الكتاب الثاني كتاب فن توازن للكاتبة التونسية مونيا جلاسي. الكتاب هذا أنا لي عام نحب نشتريه ونقرأه. كتاب في التنمية الذاتية، هو كتاب في التنمية الذاتية. الكتاب هذا اخترته اخترته لكي اكتشف ما هي مفاتيح فن التوازن. اللي كلنا او جلنا نبحث على التوازن في حياتنا. نظرية الفندق لبرشا من الاوج عليه شريته، حبيت مش نكتشف شنية. الكتاب سمعت عليه برشا وقريت عليه برشا في الانترنت في اليوتيوب والانترنت. شغف باش نكتشف شنو اللي في الكتاب هذا. الكاتب لي فهد عامر الاحمدي. مكتوب في الكتاب اللي نظرية الفندق كتاب سيغير طريقة تفكيرك وحكمك على الاشياء. شوف اوكي. كما اخترت زيادة كتابين للمفكر والكاتب والمحاضر العالمي إبراهيم الفقي رحمه الله. يعجبني في كتب الفقي رحمه الله أنها تشدك. ما لا أعرف ما هو السر. لا أعرف الفقي هي كتب في التنمية الذاتية وتطوير الذات، كتب تساعدنا كثيرا كيف تكون متفائلا، كيف تحقق نجاحك، كيف تنظر للأشياء، كيف تعيد النظر في أشياء، كيف تعيد التفكير في أشياء يمكن أشياء أتعبتك أو أرهقتك. هذا هو الكتب اللي شريتها من المعرض، حبيت نشاركها معكم. لغاية أنه أولا حبيت نشجعكم على المطالعة. ما ننسوش اللي إحنا أمة اقرأ. يمكن في فيديوهات قادمة إن شاء الله نحكي لكم على نظرية الفندق ماذا اكتشفت وفن التوازن. سلامة.